اسمح لي بس اروح لدوحه، هيبقى معانا كريم احمد دلوقتي هناك زميلنا العزيز عشان نعرف منه برضو كواليس بعثه النادي الاهلي وايه الجديد دلوقتي. كريم انا في الاول طبعا هصبح عليك واداء اكثر من رائع، يعني تغطيه مستمره معانا على قناه الاهلي في البرامج المختلفه، وحابين نعرف منك يعني انا تابعت امبارح اللقاء بتاعك وانت كنت بتتحدث ان هم يعني تدربوا بالامس على استاد الجامعه وان حاله الطقس تقريبا مرتفعه جدا على عكس ما انتوا جايين من جنوب افريقيا، الجو هناك كان افضل كتير وربما ده اكيد ممكن يكون ليه تاثير برضو، نتمنى ان هو ما يكونش سلبي. خليني اعرف منك برضو ايه اخر المستجدات عن في البعثة. اتفضل يا كريم. صباح الخير عليك طبعا زميلتي العزيزه نهاوند وكل التحيه لزميلي كريم طبعا وكابتننا الكابتن صنديق الجمال. بالتاكيد طبعا يعني الفتره يمكن صعبه ومرحله مهمه جدا مع فريق النادي الاهلي، الطقس هنا صعب شويه، احنا درجات الحراره كانت في جنوب افريقيا تاقلمنا عليها بشكل كبير واللعيبه تاقلمت عليها، الدرجات كانت منخفضه بشكل كبير، لكن احنا جايين هنا الحقيقه انا بكلمك في اللحظات اللي انا بكلمك فيها زميلتي نهاوند درجه الحراره 42، الرطوبه مش عاليه لكن يعني حده الشمس قويه شويه بالنسبه طبعا لوجودنا هنا، لكن مع ميعاد المباراه ان شاء الله باذن الله اكيد الامور دي باذن الله تقل شويه، لكن برضه هتوصل ل 37 38 درجه، جو مختلف بشكل كبير، لكن وجودنا هنا يمكن قبل المباراه طبعا باربع ايام او خمس ايام ده امر مهم جدا عشان اللعيبه كمان تتاقلم بشكل كبير ويعيشوا الاجواء بشكل عام، لان هي تحدي جديد وبطوله مختلفه، يعني البطوله الافريقيه لها حسابات وفنيات مختلفه بشكل كبير جدا عن السوبر الافريقي، السوبر الافريقي هي مباراه وحيده فلابد يكون لها حسابات فنيه تركيز كبير من كل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للتحضير لهذه المباراه. الحمد لله يمكن تدريب الامس ما نقدرش نقول ان هي كان تدريب كامل او في بعض الكرات العرضيه الكروسات الشوتينج الفنيات اللي احنا متعودين عليها من الجهاز الفني، على قد ما هو كان تدريب خفيف لكل اللاعبين لان الرحله كانت تشقه بالنسبه لي وجودنا هنا او وصولنا من جنوب افريقيا الى الدوحه. النهارده هيكون تدريب قوي بفريق النادي الاهلي وهيكون التدريب الاول هيكون طبعا على نفس الملعب بجامعه قطر اللي بتستقبل تدريبات فريق النادي الاهلي حتى طبعا يوم الخميس اللي هيكون تدريب رئيسي على ملعب جاسم بن حمد اللي هيستقبل هذه المباراه، ثم يوم الجمعه ان شاء الله هو يوم المباراه اللي بنتمناه يكون مناخ طيب لفريق النادي الاهلي، الظروف كلها تكون معانا وان شاء الله يكون التوفيق مع فريق النادي الاهلي. لحظات ايضا كمان اللي انا بتكلم فيها دي احنا هنتحرك مباشره بقى على الفقاعه رسميا، احنا يمكن وصلنا قبل الفقاعه، طبعا الفقاعه تبدا من يوم 25 احنا وصلنا 24 فمتواجدين في فندق، لكن هيتم تغيير الفندق للدخول بقى في الفقاعه بالكامل، ده يمكن يعني لها تاثير شويه على اللاعبين ولاعيبه النادي الاهلي لان احنا على مدار اليومين فاتوا كلنا في الغرف، يعني الفطار الغداء العشاء كل الامور دي بتكون عندك في الغرف، اللعيبه ما بنشوفش بعض بشكل كبير او تجمعات اللي احنا بنشوفها مع لعيبه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله من النهارده هنبدا نشوف اللعيبه تجتمع مع بعض، ايضا المحاضرات الفنيه هتبدا لبيتسو موسيماني وباذن الله ان شاء الله قيادته الفنيه تكون رائعه زي ما شفنا الخطه والتكتيك الكبير اللي قام بيه في صن داونز وادى اداء النادي الاهلي اداء اكثر من رائع وادينا نتاهل ان شاء الله باذن الله مع هذه المباراه يكون قراءته الفنيه مميزه، الراجل بيتابع بشكل كبير موسي ويوشا طبعا محللين الاداء اللي بيقوموا بدور كبير مع الجهاز الفني بالكامل للتحضير عدد من المباريات والهايلايتس طبعا لنهضه البركان لمبارياته الماضيه، الامور طيبه الحمد لله حتى هذه اللحظه، بنتمنى ان شاء الله باذن الله الاصرار اللي شفناه مع لعيبه النادي الاهلي والتركيز الكبير في البطوله الافريقيه يستمر التركيز حتى هذه المباراه، المباراه مهمه جدا غايبه عننا بقى لها سبع سنوات، جمهور النادي الاهلي اكيد منتظر هذه البطوله بشكل كبير، ان شاء الله باذن الله الموسم ده يكون تحقيق لكامل البطولات لكل فريق النادي الاهلي. بص يعني باذن الله هيبقى في انتصار للاهلي وكلنا متوقعين ده وكلنا عندنا ثقه في هذا الشان، بس قبل ما اختم معاك يا كريم انا عايزه اروح لنقطه برضو مهمه وفكره هنا عشان نطمن حتى الناس اللي بتتابعنا دلوقتي، لان انت عارف الفتره اللي فاتت سمعنا كتير عن اللعيبه عندهم اجهادات، فانا عايزه اروح معاك طمنا الاجهادات اخبارها ايه دلوقتي كمان مش بدنيا بس التاهيل النفسي لان ده شق في غايه الاهميه، الوضع فيه ازاي التاهيل النفسي ماذا تم علشان يقدر او نقدر نقول ان اللعيبه حاليا كمان مؤهلين مش بس فنيا لا نفسيا، انت عارف حتى استقبالا لكلامك انت قلت الرحله كانت شاقه ويمكن مش بس الرحله دي الوحيده اللي كانت شاقه، هم بقى لهم في شقاء فتره طويله جدا ولسه قدامهم او امامهم مباريات وبطولات عديده، فخلينا نطمن منك على النقطه دي. الحقيقه طبعا يعني كل مره بنقول ربنا يكون في عون لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني على الضغط الكبير جدا والاجهاد الفتره اللي فاتت من مباريات متلاحمه في بطوله الدوري البطوله الافريقيه ومنها كمان الى السوبر، فيمكن كان ضغط كبير جدا الفتره اللي فاتت مع لعيبه النادي الاهلي، لكن الحقيقه زميلتي نهاوندي يعني اقدر اقول الجهاز الطبي بالكامل طبعا برئاسه الدكتور احمد ابو عبله وايضا كل الطاقم الطبي اللي موجود بيقوموا بدور كبير جدا للريكفري مع لعيبه النادي الاهلي وده امر مهم، بعض الاجهزه كمان متواجده معانا وده اللي يمكن المناخ اللي بنقول عليه اكتر من مره، كل ما يخص لاعبي كره القدم وقطاع كره القدم بالكامل بيحاول يوفره مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. اللعيبه اقدر اقول لك طبعا في حاله اجابه بسيطه، لكن النهارده ان شاء الله باذن الله هيكون تدريب
هنشوف اللعيبه بشكل كامل طبعا، وهنشوف على مدار الساعه او اكثر من ساعه طبعا التدريب هنشوف اللعيبه وصلت لايه المرحله، لكن الاجهاد كبير ما اقدرش اقول لك طبعا ما فيش اجهاد، لكن ان شاء الله باذن الله مع مرور الايام باذن الله يبدا بشكل كبير لعيبه النادي الاهلي تستعيد قوتها من جديد على ان تكون بنسبه 100% ان شاء الله جاهزه يوم المباراه. التحضير النفسي والتحضير الذهني ده دور كبير طبعا مع اللعيبه الكبار طبعا هنا في فريق النادي الاهلي بجانب الجهاز الفني بالكامل. بطوله كبيره جدا طبعا ويمكن 90 دقيقه فقط، ما فيش تعويض، الفرصه اللي هتضيع ما نقدرش نعوضها، ويمكن ده اللي بيتاكد الجهاز الفني بيها الكامل ان لابد ان احنا نستغل هذه المباراه انصاف الفرص. كل الامور دي اكيد بيتسو موسيماني هيحضر لها، توزيع المباراه هيكون ازاي، هنبدا نضغط امتى، هنوزع الجيم بشكل كامل ازاي، لكن لسه الامور دي طبعا هنبدا فيها من النهارده، لان خلاص النهارده زي ما بقول لك مع مرور الايام هيكون كل يوم تدريب في جزء تكتيك، في بعض الجمل الخاصه بيه طبعا تنفيذها في المباراه، وقفه اللعيبه، التغطيات العكسيه، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير وتستوعب تعليمات بيتسو موسيماني، والتوفيق ان شاء الله يكون معانا، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله بس لعبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا المرحله دي، والجو كمان ما يبقاش ليه تاثير علينا، وباذن الله ان شاء الله باذن الله مع شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء الكبيره اللي بنشوفها خلال الايام الماضيه تكون حاضره كمان في هذه المباراه، وباذن الله نتخطى هذه المباراه ويكون دولاب بطولات النادي الاهلي موجود في السوبر الافريقي.